بمجمل الثورة السورية في حوالي 900 ألف أو زيادة، يعني في مفقودين هن بأعداد الضحايا الشهداء يعني، وفي اللي موجودين بالثورة حوالي 900 ألف. أنا اللي وثقت منهم حوالي ربع مليون، 245 ألف. أنا اسمي تامر تركمانة من مدينة حمص، عمري 28 سنة. في عام 2015 طلعت بأربعة 11/2015 طلعت معي فكرة توثيق الشهداء بالاسم، الصورة، معلومات كاملة للشهيد، كيف مات، منين هو، من أي منطقة، وبلشت أجمع البيانات للشهداء الموجودين صورا عندي. بلشت أجمع بيانات بشكل كتير كبير، أتواصل مع الأهالي بشكل كتير كبير، كثفت النشر على الفيسبوك، بلشت أجمع هاي الداتا وكبر الداتا. طبعا بعد سنتين من هذا الموضوع صار عندي 100,000 شهيد. هاي الملفات اللي هون هي عبارة عن أرشيف الثورة السورية للشهداء، يعني أنا هاي من السنوات من 2011-2019. بمجمل الثورة السورية في حوالي 900 ألف أو زيادة، يعني في مفقودين هن بأعداد الضحايا الشهداء يعني، وفي اللي موجودين بالثورة حوالي 900 ألف. أنا اللي وثقت منهم حوالي ربع مليون، 245-245 ألف. طبعا هذا المكتب الكامل تبعي، هذا كل مساعديني وكل مؤسساتي وكل منظمات اللي عم اشتغل معها، هو عبارة عن لابتوب. أنا حاولت أجمع هذا العدد خلال أربع سنوات ونص، إنه ربع مليون شهيد. راح أحاول إني أجمع النص مليون يعني نص الوقت اللي جمعت فيه العدد هذا الموجود. طبعاً هاي الداتا اللي عم أحكي عنها، أنا 240 أو 250 ألف شهيد، عندي ملف إكسل لكل سنة، ملف إكسل لكل شهر، وملف إكسل لكل يوم. عندي آي دي لكل شهيد، عندي 250 ألف آي دي، ما بيتشابه الآي دي الواحد مع آي دي 250 ألف. هذا مشروع فردي بامتياز، يعني ما عندي كادر أو فريق نشتغل معه. الهدف الأساسي من كل موضوع التوثيق هو فتح مثل أرشيف أو بوابة لكل السوريين، لأي واحد بعد 20 سنة أو 30 سنة يقدر يدخل على موقع بيعرف هو هذا الموقع أنه قادر يعطي أي معلومة بده إياها عن الثورة السورية، إما شهيد أو معتقل أو مفقود أو أي توثيق انتهاك صار بالثورة السورية.